دونك الأزمة القلبية هي موضوع مهم، موضوع مهم نظرا للخطورة نتاعها. كنقولوا أزمة قلبية نقصدوا تصلب الشرايين التاجية في القلب، اللي هو نجم نقوله اليوم هو أول سبب للوفيات في تونس وفي العالم. باش نفهموا الأزمة القلبية لازم نفهموا القلب. القلب شنو هو وشنو هي الوظيفة نتاعو؟ القلب هو في الأصل عضلة، إن بومب يضخها، اللي الهدف نتاعها هي ضخ الدم في الجسم الكل باش الإنسان معناتها الوظائف في الجسم الكل يكونوا موجودين. باهي الإنسان هذايا باش العضلة هذه تضخ وتقوم بالواجب نتاعها لازم تكون متغذية. باش تتغذى هي تتغذى بالشرايين التاجية اللي هي لي كوغونير. لي كوغونير هذوما نظرا لعوامل الخطورة ينجح اللي هما نقصدو لان التونسيون، نقصدو السكر، نقصدو التدخين، الشحم، السمنه، الوراثه فما بعيد عنه في العائله، مشاكل نتاع قلب، التغذيه الغير سليمه، فهمت؟ هذوما الكل ينجموا يسببوا تراكمات ويتكونوا لوحات تصلب اللي هما لي بلاك داتيرور. يوصلوا لي بلاك هذوما يعملوا انسداد اكثر من 50%، يبدا الانسان يحس روحه متقلق، يعمل مجهود خاصه يحس يقول لك عندي حريق، عندي تكبيش، عندي ضيق نفس، فهمتي؟ كي يرتاح يتنحى القلق هذا، لان عنده تيغي لا سونات دو لاغ، معناتها نردوا بالنا راهو لنا بدا فما المرض موجود. وقتاش لكن احنا الازمه القلبيه سين كومبليكاسيون دو لا مالادي هذه في ظرف معين اللي هو بالاساس ستريس كبير، اللي هو بالاساس مثلا طونسيون تطلع برشا، اللي هو بالاساس تدخين بطريقه يولي تكيف برشا سويقر ورا بعضهم، شنو يصير؟ ينجم يصير تهرع والا تقيح في اللوحه هذه ويتكون ان كايوتسون، الكايوتسون هذه يجي فوق لا بلاك داتيغوم هذه وينجم يسكر العرق فرد مره. لنا نحكيو على الازمه القلبيه، دونك وقت الانسان يكون لاباس عليه فجاه يحس وجيعة كبيرة برشا أكثر من الوجيعة القديمة، وجع هذه تجي بصفة عامة هو قاعد مش هو يعمل فيه مجهود، يحس باوية ويحس عرق ويحس روحه مش قد بعض وضيق النفس وكل شيء، لأن الأمور ولات خطيرة على خاطر عندنا بصفة عامة كل دقيقة بحسابها، دونك لازم في أقرب وقت ممكن نحلوا العرق هذا يا إما بالدواء ويا إما بالتسريح، وإذا كان نفوتوا ثلاثة سوايع وما قمناش بالشيء هذايا ديما يقعدوا معناتها دي سيكال ودي كونسيكونس على طول، يقعد العضله تنقص حتى لو كنا نعاود نحلوا العرق تقعد العضله ضعيفه في المستقبل. دونك لو ميساج الكبير كي تجينا الوجيعه القويه هذه خاصه في الوسط، تو احنا معلومه نحب نصحها نقولوا القلب على اليسار، لكن راهي الوجيعه اللي على اليسار ما تخوفناش برشا، اللي تخوفنا هي الوجيعه، ترى الانسان بصفه عامه حاطي دي هك مكبش، ما حاطي دي يقول لك مكبشه ولا تحرق فيه، لان اقرب استعجال نمشي له خاطر كل دقيقه بحسابها. باش ما نوصلوش احنا للشيء هذا اهم حاجه هي الوقايه. الوقايه اش معناتها؟ معناتها الانسان لازم يتفادى العوامل الخطورة هذه، دونك يتفادى التدخين. اذا كان يبدا عنده طونسيون لازم تكون طونسيون نتاعو معدله، السكر لازم السكر كله نتاعو معدل، ينقص من الوزن، يقوم بالرياضه اللي هي حاجه مهمه برشا وكل شيء. واذا كان انسان عنده العوامل الخطورة هذه مهم برشا باش يمشي للطبيب بطريقه دوريه باش الطبيب المباشر نتاعو يفيق فماش ديزانديس وحوايج يشوفون بالتسجيل ولا بالفحص ولا بسؤال المريض باش ما نوصلوش للكومبليكاسيون اللي هي تولي وقتها خطيره وساعات يصيروا مضاعفات ما نجموش نرجعوا بالتوالي.